المحافظين كان فيها 5 لواءات من 6 محافظين تم اختيارهم. بسم الله. طبعا ده بالإضافة لوزير التموين. ايوه على المستوى الوزاري والمحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يعيد علينا الايام المباركه دي بكل خير وصحه واستقرار وامن لبلدنا الحبيب. فيما يتعلق بالبدايه اللي حضرتك قلتيها في الاختيار للوزراء وللمحافظين، ده بيثير قضيه الاختيار القيادات ايا كان مستواه، سواء بنختار وزير او بنختار محافظ او بنختار عضو برلمان او بنختار اي قيادة عليا في الدولة. قصة في مفهوم، احنا هنتكلم على فكرة بالعلم وبطريقة موضوعية ومتجردة، ونقول العلم بيقول ايه واحنا فين من هذا العلم، هل بنطبقه ولا محتاجين ان احنا نلتزم به بدرجة اكبر. تمام. هدي مثال كده بسيط للسيد المشاهد. لما حد بيعيا بيروح لمين؟ دكتور. عظيم. لما عايزه تعملي بيت او فيلا او شقه او اي حاجه بتطلبي مين؟ مهندس ديكور. عظيم. او مهندس لو هو هيصمم الموضوع من الاول. لو عايزه تعيني وزير او محافظ هتجيبي مين؟ ما اعرفش. شفتي بقى، هو ده المفهوم الغائب في مصر. من يصلح ليدير؟ الوزير بيدير، المحافظ بيدير، المدير والقائد بيدير. يبقى اذا كنا لا نأتمن غير الاطباء على علاجنا، وإذا كنا لا نأتمن غير المهندسين على تشييد مبانينا، فلماذا حتى الآن لا نأتمن من فهموا وتعلموا وماهرين في مهنة الإدارة لإدارة شؤون حياتنا؟ من هم الماهرين في مهنة الإدارة؟ الذين تعلموا الإدارة. الإدارة علم يا سيدتي الفاضلة، موجود في الجامعات وبيتعمل فيه ماجستيرات وبيتعمل فيه دكتوراهات وبيتعمل فيه مراكز لصناعة القيادات العليا في الدول المتقدمة. بمعنى أنا ما يلزمنيش أن أنا أختار مهندس أو طبيب أو أستاذ جامعة أو ضابط أيا كان عشان يبقى وزير. ممكن الطبيب يبقى ماهر جدا في عمله الفني ولكنه فاشل جدا في عمله الإداري. التخصص الطبي شيء والتخصص في الإدارة شيء آخر خالص. بس في حد ممكن يقول لحضرتك أنه لو مش طبيب هو الوزير صحة مثلا، ما هو مش هيبقى فاهم مشاكل الأطباء إيه ومشاكل القطاع الصحي في مصر إيه. لو جبنا مدير أو حد خبير في الإدارة لكنه ليس طبيبا فلن يكون متخصصا في مشكلات القطاع الصحي. اسمحي لي ارد على، لان دي وجهه نظر بتطرح فعلا. ناخدها على سكيل اقل شويه. مدير مستشفى، مدير مستشفى عايز اعينه، لازم يبقى طبيب ولا ممكن حاجه تانية؟ على طول ممكن تلاقي قطاع من الشعب يقول لك طبعا لازم يبقى طبيب عشان يفهم. طب الطبيب ده تخصصه ايه؟ بطنه ولا جراحه ولا اطفال ولا جلديه؟ يبقى بيفهم في حاجه واحده. كويس. طب بقيه التخصصات فين؟ ادي واحده. نمره 2، النواحي الاداريه عنده 1000 موظف هيقدر يديرهم ازاي وهو طبيب بس ولا يفهم في الإدارة؟ نمرة 3، النواحي المالية والإيرادات والنفقات والأدوية والمناقصات والمزايدات والكلام ده كله هيفهم في حاجة؟ مش هيفهم في حاجة. يبقى الحتة بتاعت الدكتورة دي نقدر ان احنا نغطيها بلجنة استشارية موجودة تحت ايد المدير. ده المفهوم اللي انا عايزه يتغير. ليس بالضرورة ان انا ما اعمل مدير مصنع لازم يبقى مهندس، ليس بالضرورة ان انا عايز اجيب مدير مستشفى ان هو لازم يكون طبيب. لا، ده الاحسن طبعا انه يبقى طبيب بس بيفهم في الادارة. ده المفهوم اللي هو غايب عننا تماما. في حاجة مهمة جدا لازم اقولها. في الدول المتقدمة بيصنعوا القيادات العليا للدولة، وبعدين كل ما بطلع في المستوى الإداري لازم أنمي مهارات سياسية وليست مهارات تنفيذية. مهارات التنفيذية دي للخريجين الجداد، للي عندهم 20ات و30ات، الـ40ات والـ50ات أبتدي أتخلص من المهارات التنفيذية وأبتدي أديهم مهارات إيه؟ سياسية. ليه؟ لأن الوزير والمحافظ والمدير العام ومدير الإدارة العامة ده بيدير منظومة كبيرة جدا، مش هينزل لفنيات العمل. عنده أدواته في النواب والمساعدين ومدير الإدارات يشغلهم بأسلوب الإدارة. وبالتالي لو حضرتك رحت المركز بتاع إعداد القادة العليا في فرنسا، أو حتى اللي اتعمل في ماليزيا، أو حتى اللي اتعمل في بنجلاديش، بتلاقي إن الناس اللي بيتم اختيارهم
عشان يؤهلوا لقيادات عليا بياخدوا ايه؟ بياخدوا علم نفس وعلم اجتماع وقانون دولي ومنظمات دولية وعلم سياسة وعلم بيئة وكل العلوم الإنسانية. ليه؟ عشان يبقى على علم بكل المتغيرات اللي حواليه. ما يقدرش ياخد قرار علمي. في فرق كبير بين القرار العلمي والقرار السياسي. القرار العلمي ممكن يبقى صح بس ما ينفعش يتطبق في وقتها في أبعاد اجتماعية، في تدني في مستوى المعيشة، في عدم قبول من الشعب. التوقيت عنصر مهم جدا. التهيئة، يعني في قرارات للحكومة أحيانا توقيتها كان غير مناسب وعملت أزمات كبيرة في الشارع. وأفكر السادة المشاهدين بس القدام شوية بقى في أحداث 77 لما اترفع الدعم فجأة من الشعب المصري، الناس خرجت في الشوارع، خرجت في الشوارع وكانت مصر كلها هتتحرق. فالقرار السياسي ممكن يرجع القرار العلمي، ممكن يجزأ القرار العلمي، ممكن يهيئ للقرار العلمي، ممكن يؤجل القرار العلمي. تمام. هو ده القيادات بتتعمل كده. بس حضرتك يعني احنا شفنا رؤساء وزارات نزلوا الشوارع وراحوا يفتحوا